السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأفضل الحال والأحوال. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم موضوع عن فضل شهر شعبان. وقبل ما نبدأ ما تنساوش تديروا لايك وتبارطاجوا الفيديو، وشكرا جزيلا للجميع. فضل شهر شعبان: بيّن الله سبحانه وتعالى فضل شهر شعبان ومكانته ومنزلته بين باقي الشهور عندما رأى تعظيم الجاهلية لشهر رجب وتعظيم المسلمين لشهر رمضان. فقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه الرسول عن كثرة صيامه في شهر شعبان، فأجاب الرسول عليه الصلاة والسلام قائلا: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وتخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام لشهر شعبان في الصيام مقرون برفع الأعمال إلى الله، أي أن الأعمال ترفع إلى الله في شهر شعبان، بينما تعرض كل اثنين وخميس من أيام الأسبوع، وتجدر الإشارة إلى أن رفع الأعمال إلى الله يكون على ثلاثة أنواع: فيرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، كما ترفع إليه الأعمال يومي الاثنين والخميس، وترفع أيضا في شهر شعبان بالخصوص. ومما يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ولأجل رفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان أحب نبي أن يكون ذلك وهو صائم، فذلك أدعى لقبول الأعمال من الله تعالى، كما أنه أحب إلى الله عز وجل. وتجدر الإشارة إلى أن لليلة النصف من شعبان مكانة خاصة، وفي ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فلا بد من الإخلاص والسلامة من الحقد والحسد والغش لقبول الأعمال. والحكمة من إكثار النبي عليه الصلاة والسلام من الصيام في شهر شعبان تتمثل بإحياء أوقات الغفلة بالعبادة والطاعة. فضل الصيام في شهر شعبان: فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان. قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وعموما فهو شهر تفتح فيه الخيرات، تتنزل فيه البركات، وتترك فيه الخطيئات، وتكفر فيه السيئات،
وتكثر فيه الصلوات على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. فينبغي لكل مؤمن ألا يغفل في هذا الشهر، بل يتأهب فيه لاستقبال شهر رمضان بالتطهر من الذنوب والتوبة عما فات وسلف فيما مضى من الأيام، فيتضرع إلى الله تعالى ويقبل عليه في شهر شعبان، ولا يؤخر ذلك إلى الغد، لأن الأيام ثلاثة: أمس وهو أجل، واليوم وهو عمل، وغدا وهو أمل، فلا تدري هل تبلغه أم لا. فالأمس موعدة، واليوم غنيمة، وغدا مخاطرة. وكذلك الشهور الثلاث: رجب فقد مضى وذهب فلا يعود، ورمضان وهو منتظر لا ندري هل نعيش إلى إدراكه أم لا، وشعبان وهو واسطة بين شهرين فلنغتنم الطاعة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعده: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. والدافع لحث النبي صلى الله عليه وسلم لأمته على الاجتهاد والعمل الصالح في شهر شعبان هو حبه لأمته ورغبته في أن تنجو من العذاب وتفوز برضا الله عز وجل. ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه كان أكثر الناس عبادة وتقربا من الله وخشية له، وكان يكثر من الصيام والقيام وقراءة القرآن. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو ما تنسوا تديروا لايك وسبسكرايب، تولوا الجرس لكي يصلكم كل جديد.